ظلت معضلة المخيمات والكوارث التي لحقت بالسوريين واحدة من الجروح التي لا تندمل. قماش يواجه قساوة الطقس، يخفي عيونا تنتظر المجهول وتتمنى أن يكون القادم محملا بأمل العودة الذي لم يطل فحسب، بل لحقته سلسلة من التنقلات نحو الأبعد فالأبعد حتى وصلت إلى شريط الحدود الضيق. بدأ النظر في وضع مخيمات المهجرين في مخيمات الشمال السوري ودول الجوار يتغير رويدا رويدا، وبدأت المنظمات الرسمية وغير الرسمية تتسابق لبناء مخيمات اسمنتية، ما يعد بشكل غير مباشر استسلاما لفكرة ديمومة الإقامة في هذه المخيمات. الأمم المتحدة في أبجدياتها لا تقدم أي دعم لبناء مخيم اسمنتي ولا تمتلك أي خطة للدعم حفاظا على حقوق المهجرين ومنعا للتغيير الديموغرافي وفقا لبعض القائمين على المساعدات الإنسانية. ونهجت الدول والمنظمات الطريق نفسه، طريق الذي انقطع مع بدء أكثر من 20 منظمة لبناء قرابة 13,000 وحدة سكنية على أراض في شمال سوريا تسلم عن طريق إدارة المهجرين التابعة للحكومة الإنقاذ أو يتم استئجارها من مالكيها الأصليين. هذه التجمعات خصصت للأشد حاجة كالأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد مع تصاعد الإعلانات والتصريحات الدالة على وجود توسيع بهذه الخطة لتمهد الطريق أمام عشرات آلاف الوحدات الجديدة التي بشر العمل بها أو وضعت مخططاتها. الانتقال من المؤقت نحو شبه الدائم يفتح تساؤلات عن العودة إلى الديار التي هجروا منها، سواء بقيت سالمة أم تحولت إلى ركام.